عبد الله السلام عليك. قد مورك صباح الخير بعوش. صباح الخير. يا مرحبا يا مرحبا. شو أصبحتوا؟ صبحكم الله بالخير مني أنا. صباح الخير من راشد بن سالم القبيسي وهذا أبوي. صباح الخير من مرزوق بن محمد القبيسي. وقد مورنك مني أنا. يعني تخيلوا هاي الشباب تهنمونا وصباح الخير أنا قد مورنك. هذه يومي هي صباح الإيجابي. هاي يوميك شيء متناقض. يعني هنمونا. المهم نصبح أبوي البحر على ما تشوفهم طايح تحراه مسطرة منظرة غادي طايح صلاني ورقة شوي فيه خضرة من قدام خضر مرتي شويونة لكن إن شاء الله الأمور طيبة. الناس كلها فرحانة ومبسوطة. البارحة مسانا كان مساء من أروع ما يكون. كان مساء فنان ومميز. وكان كل يوم أنا بايت الله يحفظكم عندكم مرزوق. كل أسبوع أبات أنا روحي في هالبيت العود. عازم روحي غير أرضي. البارحة استاحشت هلال ويا فريجة زين وأنا بعيلس روحي في هالبيت العود. ما رمت بيت بنقلة لك 600 غرفة وتشغل الكهرباء كلها وازم روحي كني جني ودرت البيت وصرت أبوي بتعدق مرزوقة. قلت صبري صبري رد فيني شلي نويات. Good morning. السلام عليكم. شليني حلفي شذابة ترات أكيد. لا ماريت سيري خفت انت تشتر هاي الدراجة. Good morning محمد. السلام عليكم. How are you؟ شو أخبار؟ شو بلاد؟ تستاهل تستاهل الحمد لله. Thank you. شو أخباركم؟ زين الحمد لله. شو ريوكم اليوم؟ ريوك أنا في صباحي شاي سلوماني. هي صباحي واحد وحق أرباب. حق أرباب محلة. هي زين شكرا محمد. ستي كل أبوي طالع شمس تحراني من عبدة البحر. أي ليس أبوي مشاهد البحر هالنمونة. تعالوا عن العبدة وما عبدة بخبركم عن قصة لكن الحين ما بروا مطريها إن شاء الله خلاص. يا الله يا رب أني ما أنساها. يا الله يا رب أني ما أنساها. قصة وايد جميلة إن شاء الله أني ما أنساها يا رب. أتوني يا الطوم 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 الطوم. صبري 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 بندي المكينة ما بت... هي صبري صبري فطومة. السلام عليكم. Good morning فطومة. تردفيني؟ لا ليش؟ يا الله عصاقل يا مصاقل. نيتي وطرشت لي بنت سعيد الدلة. قلت لا 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 ودوا دلكم جد متجهوي عندكم مرزوق. خليت لي فنيال هذا دبيت لين عينه وبيل السبوي لا تفنيل وشاهد البحر. معلوم اني ما داني الفنيال ممزور لكن جتني عاده متجهوي ويمكن حديه ولا شيء جاته وكنا سامان. هي هي يا مرحبا بقطامي يا مرحبا بقطامي يا مرحبا بنت هلال يا مرحبا يا مرحبا. خربان دراجته له شو مستوى شغاله. ايه العيوز انتي يا العيوز انت مال دراجات. العيوز انت وامك وابوك. شفتي ايه لا تخبري علي. الله الماي ابتدى التسجيل من الساعة 4:30 الفجر لين الساعة 10:30 بتكون صاكة العاف لين هي مرة هني. شوف وين تمشي الدراجة الحين هي بتوصل 10:30. من عقب 10:30 بتبتدي ترد 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 لين تقريبا ما يقارب 700 متر او 500 متر يبعد عن البيوت. يبعد عن البيوت مرة عند شفت البوانيش هاش اللي هناك هناك تقريبا 500 متر. 500 متر محمد يجي لمبانوش لمبانوش هي 500 متر لا ها 120 220 والله والله
سامحوني والله يا ابو كانت حرة 500 متر ترى 200 متر 220 متر تقريبا. يعني لازم تخبرين علي لازم. اي يلا هيا نقول لك مولف هب مخلف هب مولف لبو يقول مخلف ما مات ابوي ابوك قدامك خوالك كلهم هنمونه بر. يلا 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 يا ابو كانوا صغار بالاخص عاد خوالها صبر جميل بالله المستعان. ولا حتى هلال الاول والله هب الاول هب هبر هب عظيمه من هش والله الساعه هلال الاول مفرجع اللر مضيربي ضارب الذباب لقدام وجهه. اي والله ما تخطف الذباب بالرغم انه هادي لكن مني تعفرت تحرى داخل النجان. ابن محمد ابو يابي قد مرن ابو محمد بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اقول لك زي الرجل وطوار اقول لكم يا بلي جربها زينه ولا لا جديده هاي جديده وين جاي تنكب هم اخذنها بعد وين ترى هاي طبيعي انا في لفازه هاي في انا طبيعي ابو محمد من حد اشوف حد شيء عنده شيء وين جاي ينكم ولا حتى اللحم حينه شو غداكم لحم وين جايكم اللحم والله العظيم فنيالي فنيال اللي عطني يا هلال خدت عنه لا يمتفي بطن هذا وغدت يا ابوك القهوه كانها مديوف فيها صبر كانها مديوف فيها صبر لا اله الا الله ابوكم هب الله لا رجل متواضع انا رجل شو اسمه تمساح راح انتي معرضه غدا ذراع ونص والله الاول وجهي هب همون الاول وجهي قمري ودائري وفنان ما ادري شو مغطى هالنمون والله العظيم اني مصدق انا مسكر اي والله تحرى دوري اول وي وحين خد ابدا حصاني بدا مستطيل لا اله الا الله ماشينا النظارة علي اي يعني شي خيار اولنا لا اله الا كل واحد يوم عاد الوهم الاثنين سامحوني. اي جن ترى هاي البنات الحين هني يتمشون يبون سلوت وانا ستر صغاري على السيف هذا الوقت مبسطان ويستانسان لا سيايين لا همك الله لا هم يحزنون دراجات مهل صغار يعدونها ينسونها. اللي غبرن علي اللي غبرن ما ادري ام هن وسطنهن الله اعلم استغفر الله لا والله الحين الله يحفظكم دشت الصباح توكلنا على الله يلا يلا والبحر مثلج مثلج البحر مثلج البحر يلا كريعينات تيسدكم بس الا البرب اللي تحت شوف شو البنفسج يلعب البنفسج بارد البحر يلا 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 هالشيء ما ابغى يعتدل الوقت لا اله الا بسم الله والله ما حتى كراعيني ما كان هنمونه ما ادري شو ياهن السحته والله العظيم ما كان هنمونه ما زين هكريعينات الاول سحته مهام الكبر يقول لك الادمي من يكبر اول ما يتسحته كريعيناته كريعيناتي السحته اول بادي يلا يا ابو والله انها يا ابو تشل الدنيا فوق راسه صوته هلال سو هاي هنمون البال ارفع البروانة شوي هلال ايوه احب المنظر هذا انا بابا عيد موجود لاي الفريج ما لاي الفريج احلف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ها غمض برج الحين صورت ان داشين البحر ما لنا حتى ربع ساعه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن هذا ابوي بياح اظنه ايوه مرادم كيبل سمعتوه كيبل كهرباء هذا 75 ملي هذا ابوي كيبل ب 75 ملي ايوه
تبارك الرحمن وما بريس عادي فيهن قو العفاريت. يا سلام سلم يا سلام سلم تبارك الرحمن خير الرازقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. على قولة المصريين بوري يا بوك من اللسم ما ينشهى بياح ينشهى. ما شاء الله اللي في سكرة بديحة صويفية الحمد لله نعمة يبارك الحمد وشكر. أيوة هاي غاية المتمنية هذا. شوف السمن ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك. أيوة يلا تمنى تعال مية طلات الرحلة ولله الحمد تكللت بالنجاح على ما تشوفونها. اللهم لك الحمد نعمة يبارك الحمد وشكر. حد ابوي فرس وحد متنوخذ وحد ابوي جالس ها متفيزن كني البخت وعدخت ابدا ولا حرت ساكن ولا حرت ساكن ابدا ها. وكلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه تبارك الرحمن. هذا الصيد اذا ما شيء 50 كيلو شيء الحمد لله ها. فريج ابوي فاتمه فريج ابو فات ثمه فريج ابو فات ثمه. اي نعم صيدنا قبل تجاره صيدنا الله يحفظكم تسليه وتودي قدم الفريج يراننا وجماعتنا والدنيا مطرز هبكد نحن حي سيرتنا تسليه اللي كد البحر غير هاك عندهم اللي تشوفونهم يصيدون صيدهم وايد هاك عندهم عامله عامله اللي عنده عامله يختلف صيد العوامل اخي اللي عنده ابويه شيء تول يصيرون مكدتهم ورزجهم هذا معتمدين على هالشيء نحن لا نصير تسليه هذا صيد التسليه هالنمونه من كل قطره نغلي هيك السمك شيء شرق وشيء غرب شيء اسكره وبدح يا كل البوش ابوي رعت وارتعت ويما الحمدان فضل بارج كل هالعرب ابوي دشت البحر ويابت الرز ويابت الصيد ابوي ومرزوق شخري اشخري والله يا الاول ما حد هب عنا في الريح ها بريح الاول ها بريح 24 ساعة في البحر والحين ما شاء الله عليه ما ادري شو وياه تخمكر ويلس كان رجال بالحيتية تخمكر يلس يلس ما بيدش البحر وعياز عياز العياز ليه في الدنيا كلها فيه هاسميك يا مرزوق والله ما كان هالنمونة كان ابدا زاغي الريح فوق معالي الكوس والحين اللهم لك الحمد شوف الله عليك بهاي المكان اللي انا فيه لا هو عريش لا هو مسقبي لا هي منامة لا هي ما تعرف فيها ابوية احترافية وشغل هل تدروب ابنه مستغلنا محمد بن عبد الله والعبد الله بن شيبة هذا قريب يمع العمال وساقوا ابوي الحطب من دبي واشترى والشندل والمربع دعوني ابو من العين وها والسميم هايل ابوي بينها بينها بين السم وبين العريس اللي فوق بعد طربار عن المطر اقول لكم فاد حي ما شاء الله عليه حسب شي هاي الترتيب رقم واحد كلها عائلية ما في مناطق اللي تشوفونها كلها عوايد ما في يعني مال شباب روحهم وشيات كلها عوايد وهذا ابن عم هذا وهذا ولد خالة هذا وهذا يعني عائلية شوف الجو زين تكيني ابوكم الحر بس علينا عن ابوك يا الحر وايد عاد السنة هبطيت 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 كلت العرب كلت المسلمين فكاك منك يلا
ترى قايل لكم كل البوش ابوي رعن وارتعن ويما الحمدان فضل بارك. ها ابو عبد الله يما الحمدان اقول لك فضل بارك. انا ما اطنز هاي وصف عاده تواصفوه به. لا يا رك الله بسم الله البارحه متعشي خلي خل بابياض الوي بس جزاك الله خير ما قصر ابوي بطلع في الاشياء المهمه جزاك الله خير بطلع في الاشياء الثانويه عقب الصلاه عقب الغداء كبر اشكر فنك نعم ما تسوي ترسل هو ولا ما ترسل يا رجل صوتك. نعم والله زيش علي يلا اليوم ما شيء مشكله المهم ما تسوي الا زين يا ابو عبد الله اما سمعتك البارح بياض الوي على فكره البحر صافي صافي كل صافي والله الحين مرادم الصافي والشحم الثروب بكل شعبها المتر الوطن مسوي ثروب والله وين طاحب يقول هني قرب 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 البر اول مره مرزوق يصيد صافي البارحه والله ابو عبد الله ما شفت صايد صافي ما ت... ما ما يعنيك ما عني والله ولا يهمك طبعا انا عني لبن عني ولا يهمك ما تقصر يا ابو عبد الله حق الشيك احد زي الصلاه بحريه زي الصلاه سفره وعقاله دنيا لكن عاد رحله بحريه عباره بحر ونعالي خايس ما رمت تلبسه كله خايس بحر من البارحة فبصير حافي شيء طبيعي والأرض بحر ونظيفة وتلق تغني هالهيل إيه هذا النعالي هنعال بحر على فكرة ما ألبس النعال ما تشوفون نعولي يعمرن دهر عندي دهر عندي لأني ما أخوض فهم بحر ولا يوم حتى بتمسح ما يدقهن البحر يعني صلاة وصلينا وينا حين أبوين طالع أبوين محمد وخدمته ها محمد نعم شو غدا اليوم؟ اليوم سوى مغلاي صافي في بشبيار أيوة الحمد لله صالون ما سويتو؟ لا أيدي شعري يا سلام أوه بلح سمكة يوم يجيك طري لا تدور شرات بلح لا تدور شرات بلح رد بحمرة يا جنت قرمزي بالحمرة مرة قرمزية اللهم لك الحمد يا الله يا رب تحفظها من دار تحفظها من نعمة يا الله يا رب تحفظها من الزوال يا رب العالم ديم علينا نعمة الأمن والأمان أشوف وقبح الله تحشيك خلاص يا مقلاني هذا المقلل حاف مرة حاف هاي غرفة الشوي ها لا تقولوا ما حد قال لكم شوفوا الله عليكم شوفوا السمن لأي درجة واصل درجة التهور شوفوا شحم شوفوا ها شوفوا الله عليكم هذا كله بالسمن تبارك الرحمن شوفوا الله عليكم مغدر حرام ينه مغدر بحياتكم شفتوا تاوه هنمون تغدي بحياتكم تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا تقول ما حد قال لا تقول ما قلت لكم لا تقول امها تحرك سمك غادي مقلى تحرك غادي مقلى من كثر الشحم اللي فيه ينصهر الشحم ويتقلى على التاو عباره هو مقلي وهو مشوي في آن واحد تقلاش حمته تبارك الرحمن ما شاء الله شوف ايش قال مصلي شوف الله يحييك ما شاء الله تبارك الرحمن وين ما الريايل وين ما الحريم ما الحريم المدام انزي يلا هذا من غرفة انزي يلا سألي شكرا أهوان. Thank you محمد بارك الله فيك Thank you التوق نعم شو يقول في دكتين سمج حار هي إذا وقت يجي بارود طعم ما في زين بارك الله فيك شكرا يلا أهوان. هذا وقت الغداء حين نحن من نخلص من الصلاة سيد الغداء حد من العرب يتريون للساعة 3:30 الأول الدوام الحين بعد خميس وجمعة حد يتري دوام غير دوام ما شيء أبوي خميس ويمع وسبت الغداء أبوي من وقت الله 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 خميس ويمع وسبت الغداء من وقت يا سلام الله العظيم سبحانك يا رب ما زيل اسمك يوم طري اسمك يوم طري ما شيء شراته في الدنيا العود وأنا كله حافي ترى شيء
تتوقف عنها رملة البر. رملة المدن عاد هي اللي ما تتشاحن، فيها ممتصة من جميع البكتيريا اللي في الكون. شيء طبيعي. متو غني عن التعريف. متو؟ نعم. شو غدا اليوم؟ اليوم أبيض عيش. هي؟ عيش أبيض ولا أبيض عيش؟ عيش أبيض. هي؟ مسوي مغلي بس. صالونه ما سويته؟ لا ما سويته. شو سمك مشوي سويته؟ سابي. هي بس؟ بس. هي شو أربابك أرباب؟ نعم بابا. شو هذا صحن؟ ثاني صحن أبيض فيه. أبيض فيه. أوكي أوكي. يلا شيل هذا يلا. شو يريد أرباب؟ سواني يريد ثاني. شو ثاني؟ سواني أبيض. ما يريد وهذا أنت شو ودي كلام؟ هذا كلام أنا ودي هذا. هو ما يريد كلام. ما يريد. يا ركال. يا. شيب السلام عليك. How are you my brother؟ ها بعوشة. هني اليوم الغداء؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنا من أشوف الشتني عارف إن الشيب ابن أحمد وصل. بعد تعال كره كره كره. خيل بالتصوير يتغربلتن. وصل الغداء وصل الغداء وصل الغداء وصل الغداء وصل الغداء. يبون غداء الريايل يتيامع مال بيت مرزوق روحه ومال بيت هلال روحه ويحطون يتيامعون الشباب. مكانين بيتكم علي بن سالم هناك بيت الثالث هاك روح يتيامعون روحهم بعد مجموعة. وهذا مكان روحه هني بيتكم. شو بقولكم خيرات الله والخير فضيل اللهم لك الحمد. هذا محمد بن عبد الله توه واصل. محمد بن عبد الله هذا ابو اللي متسفر وهذاك عبد الله بن مرزوق. محمد بن عبد الله هذا اخبركم ساعه اقول لكم هو متميعن وخادم حل مسقبي كامل كلها خدمته. باحث باحث ما يوم اقول الانسان الباحث هذا هو الباحث يختل ابليس ويداوي البياح ابوي من جسم بعوشه. وهاي سمجتين اللي هنا وبشارك بعوش ابوي في بياحته. وهذا ابوي كل حد ابوي يبع. وهاي ابو عبد الله يعرف الولده والجماعه شيب بن احمد. الشعري ما حد قال له شيب. الحين بنجاب له ابوي الراس انا ابى الراس. الراس؟ اي العجوه ابراهيم صوبك. انت عنبو تشيها؟ لا ها ها والله خلالك عيون. لا يا 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 لا 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 اخ عليك اخ عليك. انا ابوك ما يا ربي خلي نزع عليك بار انت يا ربي يا ربي الشعب اللي فيك. شوف بطن اثر شوف البطن يا رب البيت وال... ايوه 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 هذا الكنز. يوم نقول لكم الكنز هذا الكنز هذا هذا الكنز. ها يوم يسالونك عن المشواي اللي عليه رضوان من الله هذا هو هذا هاي الحمد الفتش ما عليه بس احسن عطونا عطونا صافي مشوي ابوي. انتم قاعدين تطلعون شوايه مضبوط شوايه هم مضبوط دهنها مرزوق. وين وديت العيش ودرت الدنيا رجيم يا ريال كل دكتور قال لك خف على عمرك قال لك ترى ابوي لا تاكل اي شيء ايش اسمه في هذا ملك. شوف انت اي والله يا ريال الحناخ الله هذا. شوف انت تاكل انت تاكل بس السلطات وفواكه زين 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 بربر جدا وكثر من الحلوه بس بربر جدا. حبيبي الشتني مال قوم الشيبه هذا هي بالعماله شريت الشتني حق نرويكم اللي بيسوي رجيم هناك. شوف اكل شويه توك ما ذتبع وحين وين لايمت الدنيا دهن واجار وما ادري ايش هذا داس حن ورا هذا الشتني يا ربي هذا اول نقرص جايني ياي أربى الله تنغرس المفروض يجيك من 20 سنة ما باليوم الحين جاي إنك النغر هب مقواني خاف من الله في عمرك والله غادي صنادق يا ريال والله عتوي غادي. شو السمسة هاي ابو محمد ابو عبد الله والله ما أعرف هاي ترى هاي السمسة من السبن شرات السبن هي ما بسبن السبن ظني. شوف الله عليكم هاي ما شفته شوف الله عليكم صايدين معك منها هذا داخل مع السمش البطي والله انها عجبه والله يا البلح مع شعر البطيط والله العظيم يا بلحه تحراه غير المون كان حبل يتقرب عندك انها غدوه كانت رقم واحد اللهم لك الحمد. نعم يا ابو الحمد شكر ما زين للغدوه حينه عقب الغدوه تطيح
شادر ما يباله رمسه وتختل. ابو عوسه مطرح وشادر وختله. اي والله جاي. اوه هلال عابد ختله زين. شعلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها سلام عاد مال غيظ الحين ومال فتنه. انا سنابات ما اجسم اللي ممكن هالقويات يطرش مسجات زي حط سناب فلان وحط سناب علان. انا ابوي ما حط سنابات ولا بحط سنابات. لو بتنطر في خمرة راسك انخلى خيل استحن على ويوك يا القويات اللي ما تخيلن. والله يا ابوكم رمسة هاي موجهة لفئة معينة من هالقويات المستقويات المحجرات. والله العظيم يعني انت ما تخيلن حد يسوم عمره الاول. والله يا البنت يدورونها اتفق يبون شي فد ما يبلاك طين. الحين من حد يظهر في الصور حطونا والله رقم سنابه. زين هذا يعني بغل ايش تبين برقم سنابه؟ دودو هذا طفل ولا بروفيسور ولا شيخ علم ولا شيخ دين ولا مدرس في جامعه دكتور ما عالم ذره؟ ما عليه نحط سنابه. شوفن ريال حط لنا سنابه حطكن الله في حاميه اللهب. اي وحده بتطلب رقم سناب ريال يظهر ابوي ويا العرب حط الله في حاميه اللهب. تخيل تستعب بحب اسوي لها بلوك. اي وحده تطلب سنابات الريايل بحسوي لها بلوك. لا تقولون ما قلت لكم. اي نعم لا تقولون ما قلت لكم. وقد احذر من انذر او انذر من احذر واحد منهم. والله العظيم والله ما يخيلن احنا ابوكن يا ويه استح. الاول الحرمه يا ابوكم الناس تناعت بها يدورونها دوار بتفق. الحين كل ريال بيشاهد ان 100 حرمه احنا ابوه الحين يهال مخاخيطهم شواربهم غبر من المخاخيط ويركضن وراهن. عين ابوكن ما تخيلن قل المستحي عن كل هالدرجه. انت فارطات وصلتن عفوان الله وصلتن درجه الفراطه. ومحمد سلام عليك. اليوم يوم ال شو اسمه الدماميم. طالع طالع مقصر مال الغاوي بعد هذا. طالع مقصر قاوي ما شاء الله وصايد بعد ما شاء الله. ايه هذا حظه ابويا حظ اللون الحلو. يلا طالع ربو صيد. ها ما شاء الله عاشوا ابو محمد عاشوا. اللهم لك الحمد والشكر على النعمه والامان والصحه. الله يحفظ الامارات. هذا الهلال رجل بوان. انا رجل جسمه تمساح صح. انت معرضه غدا فرعون. والله الاول وجهي هذا النمون الاول وجهي قمري ودائري وحنا ما في شيء مغطى هالنمون. والله العظيم اني مصدق رمسكم. اي والله حرادوري اول وجهي وحين خدمته حصاني هذا مستطيل. لا اله الا الله ماشينا النظاره علي يعني شيء خيار وين. لا اله الا كل واحد يوم هذا الوهم الحسين سامحوني. تدرون العرب كلها صارت تتقيل وترتاح من ساعة وانا تدرون يالس ما بهاين علي وده هالمكان. والله يا ابوكم ما بهاين علي وده طعمها زين. يالس فنان واكل الجو حرام اني مالي خاطر ارقد عيفير قال اخاف اغمض ويفوتني منظر. الله العظيم الله المستعان. تعلمون اني بعد ساعة من الحين بسير امشي ان شاء الله بقبط الطريق هذا لين البرقة اللي هناك. لين هناك شفت البرقة هاي ان شاء الله اني بوصل لها. مسافة بعيدة اكثر عن 5 كيلو ترى لين البرقة اكثر بعد. لكن ان شاء الله بقبط السيف لين هناك ان شاء الله. يقولوا لي ما بتشلمة. قلت ليش اشلمة ما يبقى ما لبيوت ابوي كلها طلقة وهاي لبيوت ابوي وين ماتي. ما حبي يقولك ما بنعطيك ماء. ماء بيقولون لا كرم الله لهم وفيهم. والله اني توني رمست يمين على الرمسه وتحريت يسجل وثار ابوي ما يسجل. زين اقولكم خليت الجماعه حين ياسين هذاك مرزوق هذا محمد وهذا عبد الله وهذا ابوي راشد وبمشي انا ابوي من هالمكان لين البرقه اللي هناك. هي حوالي 7 كيلو لو 5 كيلو اظني. كم ظنكم هلال؟
مني لين وراس امك كم؟ سبعه. زين عبد الله 4 كيلو. اوكي ترى احنا 4 كيلو. احنا ابو مره كل شيء انا بزود كل شيء احط عليه زياده ولازم حافي. هاي مراسم المشي عاده. نعم شوف كم الحين مشيت عنها. ظهرت من عندهم قبضت ابوي السطوه هاي كلها وازمت ابوي اخاوض من غاله لين غاله من غاله لين غاله ومشاهد البيوت ها والفرجان والبيوت الصغاري والحركات والساير والياي وان شاء الله غمض برج ولاني ابوي عند البرقه ان شاء الله ماشي بالي ولا غمض برج. هاي اقول قريب شو قريب وينك وين 4.5 كيلو ان شاء الله اني بخطف ليش لا ليلهم صغاري هذا وقت تسلية المساكين كلهم ليش واحد قوم مرزوق قوم هلال الاول كله شيء كلهم دراجات كبروا عرسوا يا ابو عيال وحين عيالهم والدنيا مطرزه هيا بقول لك حياه النمونه حياه النمونه. السلام عليكم كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ فارس بن مرشد. والله والنعم فديتك اكيد حبيبي احلى اسم. انت شو اسمك؟ والله والنعم حمد. من ابوك؟ اكبر عنك في العالم. ما شاء الله الله يحفظكم يلا سلموا على اهلكم. حليلهم حليلهم. شوف الشيب وين جالس هذا الشيب ابن احمد. حليله الدنيا ماشيه هي لبيس مخاوط هي لبيس مخاوط ما زين الا المخاوط. تدرون بي الحين وين وصلت؟ اخر الفريجة اخر الفريجة الحين وصلت جده بيت قوم محمد فرق المحيربي وقدامي بيوت ربيثات وهناك في حارة المريخات. ها وانا ساير شفتوا الليت هذاك الحين هذاك بين راس البرقة هناك البرقة وين الليت دون عنها لا 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 الليتات ابعد عن البرقة البرقة دون عن الليت هم الليت هاك السور لا هاي ليت سيارها ليت سيارها هذاك هناك الحين بوصل قبل ان شاء الله باقي يعني مش باقي شوية غير بكيلو وين يكون باقي. اتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها محتوى الرسائل على الخاص يطرشوا لي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب. هاي المشكلة كملت 2-3 أسبوع الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكلة والحل مؤقت برجاء اتباع الخطوات الجاية. ندخل اول شيء ندخل السناب. يا سلام يا سلام بسم الله نسير خلاف اعدادات سرنا الاعدادات ننزل لين مسح ذاكرة التخزين خلاف الدق مسح الكل بعدين مسح وخلاف حسنا في حال تم الوضع على ما هو عليه امسحني من عندك من اللستة وضيفني من جديدي. المقطع اللي نزلت لكم اياه الحين هذا طارت عماركم مسوينه قبل 2 أسبوع اعتقد او 3 ما زالت المشكلة قائمة اللي هي حلم العرب يقول لي ابو محمد انت ما تظهر ما تظهر عندنا 2-3 أسبوع للي ما سمعوا المقطع هذا يسمعونه مرة ثانية وهذه الطريقة ان شاء الله انها تنجح ان شاء الله. وايدين من الجماعة ردت المشاهدات مثل ما كانت الحمد لله لكن حد منهم يطرش لي على الخاص ابو محمد نحن انت اختفيت من عندنا فلذلك اللي يبي يردني يسمع هذا يسمونه المقطع الفيديو اللي مسوينه قبل 3 معات وان شاء الله بترد الامور مثل ما كانت واخيرا. تدروبها هاي الشيء عاده يكون عليها ليت وهاي الله يحفظكم اللي تكون قليل البواخر ناقلات النفط شو مكبرها كبر البيت هاي شالت الشمل شوف الهواء وين جايباتنها لين الفريج
هذا الفريج. شوفوا ما يدري ما كم من سنة. الله يبارك. وينكم يا هل السكراب؟ وينكم يا هل الحديد؟ ها؟ وينكم؟ قطع محمد. قطع محمد. إيه والله. قطع محمد. أظني هذا مالك مالكو سبيل بيكون. أنا بقول لي ما حد ياها سنين كلها. الحين بيون. خلاص أبوي. هاي سبيل أبوي رحمانية. تعالوا شد. استغفر الله. بوي وبوي وهاي هي البوية. هذه هي البوية. ليه ما يعرف البوية؟ هذه هي البوية. بوية المراكب. البوية هاي مرت البوية. ليه ما يعرف البوية نرويه البوية. كل حد يعرف لا تجي يعني. أبوي أظلم الوقت. هاي البرقة. باقي شيء بسيط أنا أوصلها. شيء بسيط. أقل من 500 متر. الحين أنا تعديت بيت قوم شيخة بتشافي. بيت قوم شيخة بتشافي أم يمعت وتعديته. والحين أبوي رديت. ظلام. اختفت أسميها فرجان وأسميها بيوت وأسميها دنيا وأسميها عرب وأسميها روايح الأكل والشعاويط. يا الصهوار مكثرة. يا الصهاوير مكثرها. كل هالعرب أبوي ما تحات يثار هلا بطونها. أنا أتحرر لكم مرزوقي حاتم وطن العرب والعرب كلها بتموت على الأكل. للي يتخبرون عن التاوة أو على قولة هل السعودية الصاج اللي نحن نسوي عليه السمك هالمشواي، هذا يسمونه مشواي على تاوة. الطريقة التقليدية هي الفحم أو الحطب أو التنور المتعارفة في الدولة. يا غير التاوة هذه حد يفضل على التاوة. مثلا أنا ليش أفضل على التاوة؟ أو نحن بيوتنا وبيوت اللي نعرفهم ليش يفضلون على التاوة؟ يفضلون على التاوة لأن سمكهم طري طازة. والسمك الطازة حين السمك يتنحط في التنور يصل شحمها كله في التنور، فتازم السمك حافة يعني ما فيها أي نوع من الدسومة، الدسم كله يصل عنها، فما تلقط البلح حاف ما لأي طعم أو طعم اللي هم يفضلونه. لكن نحن واللي عرف من صدقانا وجماعتنا نفضل الشوي على التاوة. شو السبب؟ إنها التاوة لازم تكون مذرور عليها ريحة ملحة وحارة ضو، تكون مرة جهنم. والسمكة ما يتنظف بطنها، ما يتنظف بطنها إذا تكون طازة مظهورة من البحر، ما يتنظف بطنها. يا غير إذا مظهورة من ثلاجة ولا بايت السمك كم ليوم ولا يومين، هذا لازم يتنظف بطنها حسب الرغبة. لكن نحن البطن السمك ما ننظفه وناكل حتى لي فيه. إذا أنه كان صيد ليل السمك تكون منظفة بطنها وعقة ما فضل عنها، والبطن غادي ما شيء ينظف عنه. فلذلك السمكة لا فيها تراب ولا فيها طين ولا أي مخلفات. ومطاميط البطن هذه من أروع وأجمل ما يكون، وبالأخص فلوشة البياحة. يا سلام يا سلام. سلم يا أبو كريست وأنا بشي كريعيناتي نزين. الحين ترى على فكرة ما بناوي أرمس وايد اليوم وياكم، لأن عمدا أنت الحين أرمس البحر وايد رامسين، وإذا بناوي ما أرمس وايد لكن الحين تميت أرمس على أساس أنه يعني أكثر وحشت الظلام ومحد إلا روحي على هالسيف هالظلام. من بيت لين بيت يعني مسافة فتشة ولا شيات ولا باغم ولا شيات حتى ما حبي يسمعني. الله العظيم وايد فتشيت بعمري. وينك وين الفريج هنا؟ صرت ويت وهمها على هالحالة على هل معايا. هي لبيس معايا. بس عادي بس من هالرمسة بس الحين الليل المغرب. بارش عمري بيكم دقيقة. نسيت اسمه. شو اسمه؟ سالم. لا هذا ريال سالم. هذا سالم وهذاك ابو شرفة وهذا علي بن سالم وهذا الشرجي. اي والله زين. ها بعد 3 حبات هبل حبتين زين.
وهذا الله يحفظكم عبد الله بن سالم والشيبة. هذا الرجال عبد الله بن سالم اخو راشد بن سالم اشهد لا اله الا الله. وهاي الحين هاي ترى معتزلين روحهم هذا قعدتهم هناك بقولكم ميلا سالم ميلا سالم هذا سالم والدرب ميلا السمو يعني عيال عم سالم بن سالم الحادومة وعيد سالم بن سيف قبل الحادومة وعيد بن سيف الحادومة ومحمد بن سيف الحادومة كلهم هاي الثلاث اخوان ويايبين ما شاء الله يميح العيال الله يبارك فيهم. ها كل واحد فيهم عن 16 ادمي متو اذا بروح برجع تعال حتى بروح برجع تعال عاده بارك متو شعلومك نمبر 1 خبز ها خبز بروتا ها بروتا خبز براته ما سويت تنور لا ليش سوي بيت خلاص كيف كلر سمسم اي وحينه زي شو عاده والله تمتوا والله ما كان هالنمو الله يحفظكم وقت العشاء والعشاء ابوي على ما تفيدوه يلا 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 شو هذا شو دخل والديك شو هذا يا ربي الحين بعد بياح يا ربي هذا العيش هذا العيش انا بكل عيش يا رب صافي هذا شو هذا مرقي هذه هاي مشواي هذا شباتي وهاي مرقة دياي وهاي سلطة وهذه سلطة يا ربي بسنا يا رجال بنندحق من السمكان هي والسعيد يلا يلا يا وقع لا تعرف تخدت نبليس والداوي يلا حين وقع ايه يلا ايوه هذا توقيع من اعظم توقيع رئيس جمهورية شو رايك؟ ما 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 صبر صلاح صبر ومنت ومنت صبر ما اعطيته بخشيش انت يلا حين بعدك زين دقيقة اعطيته بخشيش زين يلا ملا بخشيش صلاح ما عد مرة ثانية صلاح باي 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 ثانك يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مساكم الله بالأخبار الطيبة الجميلة الشيخة شمسة بنت مايد أم الشيوخ حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلى يعله الجنة عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين أبشركم أن الشيوخ الشيخة شمسة بخير وسهالة وتماثلت بالشفاء بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على سلامتها. لين استاذ خالد كيفك هذا عندنا خبز التاوة او الزيت يطلع منفوخ بالشكل هذا ومن جوا فاضي وقت القلي يطلع كذا مع لياليها مدى 30